دكتور، في ناس برضو بتتكلم على ان لو اشتريت وحدة في مبادرة التمويل العقاري ممكن بعد كده يا اما ابيعها يا اما اجرها. هل من الواضح دلوقتي، هل بعد كده لو انا اشتريت وحدة اقدر اجرها او ابيعها، ولا ده تو ايرلي او مبكرا جدا ان احنا نتكلم في الموضوع ده ولازم نستنى الواحد سبعة؟ لا، مش لازم نستنى الواحد سبعة فيما يتعلق بهذه النقطة لمنع المضاربات. الدولة عاملة المبادرة speculations. دي بتوجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البنك المركزي، إن اعمل مبادرة علشان نوفر حياة كريمة وسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي متوسطي الدخل، الدخل. وبالتالي مش معقولة للتسقيع ولا للمضاربات. إذن الحد الأدنى 7 سنوات علشان يتم التصرف في الوحدة بالبيع. يعني 7 سنين اللي هياخد وحدة بالبلدي كده في مبادرة التمويل العقاري ولا يقدر يأجرها ويقدر يبيعها بس بعد 7 سنين. حضرتك انا واخدها مظبوط علشان كده؟ انا محتاج سكن، مظبوط، علشان انا محتاج اسكن، وبالتالي الدوله اشترطت ان الوحده تكون مش جاي جاهزه استثمر بقى للسكن. وابيعها لا طبعا، واشتري واعمل. لا طبعا، تمام، لان شكرا الدوله لتوضيح النقطة. بتدعم هذه المبادره بشكل كبير جدا. حضرتك 3 على 30، 3% على 30 ما في سنه كده دي غير دي مسبوقه غير في تاريخ مسبوقة مصر طبعا ودول اخرى كثيره. طبعا، 1، 2، ال 3% كمان متناقصه، يعني ال 3% على ال بتوصل 30 سنه لاتنين دي سبعة وستين تطلع 1.65، 1.65 61. من 100، الله. ده ولا رسوم اداريه حضرتك. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.